أعداء العقل، جماعة منكري العلم. حضراتكم، العلم بيواجه بتحديات كبيرة جدا، لأن الناس اللي مؤمنة بخرافات تتصور إن هي علوم بنسميها العلوم الزائفة ناس كتيرة، وتلاقي حد محترم طالع على يوتيوب أو في برنامج بيقول كلام فارغ، لكن بيقوله بطريقة تبان إنها علمية، ويبدأ يهاجم الجامعات الكبيرة، يهاجم وكالة ناسا، يهاجم حائز نوبل، ويتكلم هو بيقول إنه العلم الحقيقي هو كذا وكذا وكذا، والكلام أحيانا بيكون منمق أو مثير أو شيق، فالناس ممكن تقتنع إن هذا الكلام صحيح، لكن دي بنسميها أشباه العلوم أو العلوم الزائفة. برامج التلفزيون، الصحافة شاركت كتير جدا في ترسيخ العلوم الزائفة. يجي ناس اللي هم بيقروا الطالع يفسروا أحلام، يتكلموا في موضوعات اللي هيحصل العام القادم في نهاية السنة، يتكلموا عن اللي هيحصل في السنة القادمة، ويرجع بعد كده يجيب اللي هو قاله قبل كده ازاي تطابق مع اللي حصل بعد كده. كل ده خداع، كل ده هراء، كل ده كلام خارج العلم. وتلاقي حد قاعد بيتكلم عن عطارد وعن المشتري ومش عارف وزحل راح فين وده جه منين، ويقول لك ده علم فلك، ده العلم فلك ولا يحزنون، ده هراء لا أساس له على الإطلاق. لأن العلم علم، واستخدام مفردات علمية في كلام فارغ لا يعني أن أنت بتقول علم. في كتاب لمؤلف عربي اسمه سعيد السلمي بعنوان ثورة العلوم الزائفة، خرافات ترتدي ثوب المعرفة. كتاب مهم بيشرح جوانب من ذلك، أن زي حد يقول كلام فارغ يبدو هذا الكلام الفارغ كأنه كلام علمي. لكن تخيلوا حضراتكم، الكلام ده مش بس عندنا، الكلام ده موجود في أمريكا وأوروبا. فلما حد بيشوف مقطع لأستاذ مثلا في أمريكا ولا أوروبا كلم بالإنجليزي والكلام مترجم، وبعدين واقف وراه مثلا خريطة ولا حاجة مهمة، يقولك لا ده خلاص بقى ده علماء أجانب بيقولوا الكلام ده، يبقى الكلام ده صحيح. لا، الأجانب عندهم كتير جدا من الخرافات، وكتير جدا مروجي علوم زائفة موجودين في الغرب. يعني أمريكا وأوروبا فيها مجموعة من الناس اللي هم بلا عقل بيقولوا كلام فارغ كتير جدا. مش معنى ان هو يعني جاي من الغرب يبقى بيقول كلام علمي. لازم نعرف ده من اي جامعة، من اي مركز ابحاث، بيكتب في اي صحيفة، في اي موقع، السي في بتاعته ايه، مستواه. مش مجرد ان هو بقى اوروبي ولا بقى امريكي ولا كندي بقى خلاص بيتكلم كلام علمي. فتخيلوا مثلا انه في امريكا 2017 في نورث كارولينا انعقد المؤتمر الدولي للأرض المسطحة. إيه بقى الأرض المسطحة؟ إن في ناس مؤمنة إن الأرض مش كروية. طبعا العلم حاسم، ده موضوع ما فيهوش جدال، الأرض كروية ده كلام ما فيهوش نقاش. بعض الناس موجودين على يوتيوب أو قنوات تلفزيون أو صحف من محدود العلم ومحدود المعرفة يقول لك الأرض مش كروية، يبدأ بقى يديك أسباب كتيرة جدا لا أساس لها يأكد لك أن الأرض مش كروية، وإنما الأرض مسطحة، إنها يعني مستوية. طبعا الكلام ده لما فيه طالب متميز يقراه هيقول ده كلام فارغ ويمشي ويسيبه. لكن تخيل أن في ناس مهمة حول العالم، مهمة بالمعنى الوظائف بتاعتها، مش مهمة بالمعنى العلم، اجتمعوا في أمريكا 400 من الشخصيات جم من كل دول العالم وعملوا المؤتمر الدولي للأرض المسطحة اللي هم ضد أن الأرض كروية، وعملوا مؤتمر كبير جدا في نورث كارولينا 2017. 2018 عملوا المؤتمر الدولي الثاني للأرض المسطحة، مصرين الأرض مسطحة ولها حافة، ولو حد وصل عن الحافة يقع خلاص في الفراغ، وأن الأرض مش دائرة وأن هي مش كروية. فتخيل بقى في مؤتمر دولي لهذا الهراء. دول بيقولوا ايه؟ قالوا ايه في مؤتمر نورث كارولينا؟ قالوا ان الارض مش كروية، لكن خلاص دي عرفناها لان اصلا ده عنوان المؤتمر. انما قالوا كمان الارض لا تدور حول الشمس، الارض ثابتة. مين قال ان الارض تدور؟ وان الشمس موجودة زي قبة كده فوق الارض بتبعت هذا الضوء، او بتبعت الذي يصل الى الضوء الذي يصل الى الارض. وان الارض اذا بما انها ثابتة لا تدور، فهي كمان أكبر من الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر
حجمهم صغير جدا جنب الأرض، وده حجمهم الطبيعي. الأرض هي أكبر حاجة موجودة، والأرض ثابتة ولا تدور وغير كروية. هراء في هراء في هراء. ده مؤتمر دولي حضروا ناس كبار مهمين بيقولوا هذا الكلام الفارغ في نورث كارولينا. كمان قالوا إنه نهاية الأرض عند القطب الجنوبي، وإن القارة القطبية الجنوبية بارتفاع فيها جدار بارتفاع 145 متر، والجدار ده هو اللي بيحمي نزول المية بدل المية ما تدلق من المحيطات والبحار، فممكن المية تدلق تقع في الفضاء الخارجي، فاللي بيحمي إن المية ما تقعش طالما الأرض مسطحة بالطريقة ديت. وإنت عندك البحر المتوسط بتاعنا ده واصل المحيط الأطلنطي وبعدين ينزل تحت مع الأطلنطي شمالا وجنوبا، وبعدين يصل بقناة السويس البحر الأحمر تروح على المحيط الهندي والهادي، كل دي مية مفتوحة. لو إن الأرض مسطحة كده المية دي هتدلق هتقع في كل اتجاه. إيه اللي بيمنعها؟ فالجماعة دول يقول لك إنه القطب الجنوبي فيه جدار بارتفاع 145 متر بيمنع إن المية دي تقع خارج الكوكب. طيب تخيل بقى إن في حاجة اسمها الجمعية الدولية للأرض المسطحة. تخيل جمعية دولية سنة 56 تم تأسيسها، يعني من سنين طويلة جدا. والناس اللي أسسوها قال لك إحنا بنرد على اللي بيقولوا أرض كروية وعلى وكالة ناسا والكلام ده. فعملوا جمعية دولية للأرض المسطحة. ودول اللي قالوا إن الشمس والقمر هما صغيرين وإنه القطر بتاعهم 152 كيلو، يعني أقل من القاهرة إسكندرية. طب في حاجة اسمها الجمعية الكندية للأرض المسطحة. دي بقى غير الجمعية الدولية للأرض المسطحة، مسطحة أنا قلنا يعني هي قرص كده مش أرض كروية. فالجماعة دول فيهم حد اشتغل في الفلسفة اسمه ليو فيراري قال إن هو كان في جزيرة وإنه لولا إنه أخد باله كان هيقع من حافة الأرض. يعني هو وصل لحافة الأرض وقال أنا كنت هقع من حافة الأرض لولا أن انتبهت في آخر لحظة. طبعا ممكن يكون مش وعيه، ممكن يكون هيقع من على صخرة أو من على جبل، لكن هو تصور أن ده نهاية العالم وأنه كان هيقع بره الكوكب ويطير بقى في الفضاء الخارجي. مايو 2020 الناس دول قالوا هنعمل بقى زيارة عشان نرد على بقى الناس يقولوا كلام فارغ دول. طبعا في المؤتمر اللي هم عملوه ده الأرض المسطحة في جلسة أكاذيب وكالة ناسا، جلسة أكاذيب العلماء أكاذيب العلم، يعني هم اللي عندهم الحقيقة كدل بيقولوا كلام مش مظبوط. فقالوا بقى في سنة 2020 وبينما بقى كورونا وكان في إغلاق وقتها قال لك هنطلع نعمل رحلة إلى حافة الأرض، لأن هم برضو مش مؤمنين أصلا إن في كورونا ولا مؤمنين إن في لقاح. هم منكري العلم دول جماعات، جماعة منكري العلم اللي بيقولوا مفيش تغير مناخي منهم الرئيس ترامب بنفسه، جماعة منكري العلم اللي بيقولوا ما كانش فيه كورونا ان الناس بتقول ده وهم، جماعة منكري العلم اللي هم ضد اي لقاح يتاخد على الاطلاق للاطفال او الكبار لاي مرض او لاي فيروس او لاي شيء، جماعة منكري العلم اللي بيقولوا الارض مش كروية، وهكذا. هم مجموعات. فهم قالوا هنروح القطب الجنوبي ونعمل رحلة وناخد سيلفي عند اخر العالم، اللي هو بقى سيلفي خلاص لو حد رجع ورا خطوتين هيقع في الفضاء الخارجي، وهنقول بقى للعالم بالأدلة احنا خلاص عند الجدار اللي هو بيمنع المية تدلق من جوانب العالم. طبعا حجم السخرية من هذا الكلام كتير، لان حتى لما قالوا هنروح رحلة قالوا انتوا هتروحوا رحلة ازاي؟ قالوا هنركب سفينة كبيرة. طب السفينة دي هتمشي ازاي؟ هتمشي بنظام الجي بي اس عشان تعرف هي فين ورايحه فين وجايه منين والطريق اللي ماشيه فيه. والجي بي اس ده اللي هو نظام تحديد الاماكن ده مرتبط بالقمر الصناعي، والقمر الصناعي بيدور حوالين الارض اللي هي دائريه، فتستخدم سفينه تعتمد على اقمار صناعيه تعتمد على ان الارض كره ودائريه على انك تروح تثبت ان الارض مسطحه وان هي مش دائريه. حتى في قبطان اتكلم وقال يا جماعه انا اشتغلت في البحر وأبحرت 3 مليون كيلو على مدى حياتي، مشي بالسفينة 3 مليون كيلو على مدى حياتي منذ بدأ، وقال قابلت كل كتير جدا من القباطنة والبحارة، قال ما قابلتش واحد في الكوكب كله بيقول إن الأرض مسطحة،
كلنا مؤمنين الأرض دائرية، فأنت جبتوا هذا الكلام منين؟ إنما سنة 2017 الناس المؤمنة بالعلم قالوا نرد بقى على هؤلاء الجهلاء، فعملوا مسيرة اسمها مسيرة من أجل العلم 2017 في بوسطن في أمريكا، وتجمع فيها 70,000 من المؤمنين بالعلم. بيقولوا لازم تحترم العلم، تحترم العقل، والكلام الفارغ بتقوله ده لازم تتوقفوا عنه. طبعا أكبر مروج لده يوتيوب، تلاقي بقى مقاطع كتير على يوتيوب فيها هذا الهراء. جامعة تكساس للتكنولوجيا عملت تقرير قالت فيه إن هي قابلت 30 من اللي حضروا هذا المؤتمر وسألوهم انتوا جبتوا منين المعلومات اللي عندكم ان الارض مش كرويه؟ 29 قالوا من يوتيوب. تخيل يعني تقريبا 100% بياخدوا هذا الكلام من يوتيوب. في كتاب مهم لواحد اسمه لي ماكلينتاير، ماكلينتاير ده الف كتاب محترم اسمه كيف تتحدث مع منكري العلم. نيتشر باللغه العربيه، مجله نيتشر الشهيره النسخه العربيه، في اغسطس 21 نشرت مقال لهذا المؤلف بيقول لازم نكلم الناس دول، ما نسيبهمش كده. حتى لو هم يعني عصبيين وانفعاليين ومصرين يقولوا الكلام الفارغ ده كلام علمي، لازم برضه نناقشهم ونكلمهم، لأن كده العلم في خطر. وقبل كده الزعيمة انجيلا ميركل قالت إن احنا عندنا خطر من هؤلاء الناس بيتصاعدوا. تخيل ألمانيا بلد العقل والفلسفة والفلاسفة والمنهج، ألمانيا تعاني من إن الناس اللي بتنكر العلم وتعادي العلم في تصاعد كبير جدا. اذا في حركه صعبه جدا بتحصل، انما هنوضح بشكل سريع جدا اللي احنا قلناه رؤيتهم للارض دي. هم شايفين الارض ازاي؟ انها كده، انها قرص مش انها دائريه، وبالتالي ادي استراليا هنا الخريطه اللي احنا عارفينها، وهنا اسيا، وهنا افريقيا، وهنا اوروبا، هنا أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. هو أصلا دي الخريطة، لكن احنا عارفين إن الأرض كروية، فأنت آسيا أصلا أما تعكس بقى تلاقي اليابان قريبة من أمريكا، عشان كده هم عدوا المحيط الهادي وضربوا. يعني الموضوع مش محتاج نقاش، ده ألف به لو هم رأيهم لا ده هو قرص واحد. كمان جايين بقى في الجنوب، أدي القارة القطبية الجنوبية اهيت، قال لك هنا فيه 145 متر ارتفاع الجدار. الجدار ده اللي بيمنع بقى المية تدلق، من المية بقى جاية، كل دي مية، كل الحاجات دي اللي بين القارات دي مية ما تدلقش هنا. طب الشمس فين؟ قالك ادي الشمس. طب الشمس اكبر؟ قالك لا لا، ده هي كلها اصلا 150، هي 52 كيلو بس، يعني اللي هو القطر بتاع الشمس. وبعدين يمكن انا قلت قبل كده 152، لا هي 52 كيلو الكلام بيقولوه. وبعدين هي بقى قدام، هي فوق، يعني ده قرص والشمس فوق اهيت، والشمس دي قطرها 52 كيلو، يعني مسافه قليله جدا، وهي بتسطع على كده، وهنا حافه. فالفيلسوف اللي كان بيقول ده قالك انا كنت في جزيره وكنت هقع خلاص في الفضاء الخارجي، لان ده اخر العالم. طبعا كل ده كلام غير علمي زي ما قلنا، وخطورة ده على الأجيال الجديدة بذات الطلبة اللي بيحبوا حاجات شيقة، والشباب يلاقوا ده على يوتيوب، يلاقوا إن حد أجنبي يتكلم إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني يقول لك لا خلاص ده خلاصة العلم. ده كلام مش علم، ده هراء، لازم ننتبه للغاية. إن أعداء العقل مش موجودين عندنا بس، موجودين في كل مكان في العالم.